يعني الامور طيبه. تشكيلي بجنن، حمص رح نسوي وصفات بالحمص المتبل. الله زيتون اسود امبارح عملنا حمص حبوب. شو بدي احكي لكم؟ فته فته بالسمنه البلدي ممكن؟ انتوا اذا جاهزين. طيب جاهزين. طيب حط لنا شويه زيت زيتون، طبعا مش شوي، انتوا كثروا. مع انه الحوسه البندوره ما بدها شيء، ها حوسه بتشهي عليها كل شيء، عليها البصل والثوم ونكهتها طيبه، بس انا الله 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 قد انا مني بدي ازود. وبننزل على طول من العبوه، وبنزل الحوسه. يا سلام. سلام يا سلام يا سلام. في حال حبيتوا تستخدموها الحوسه مباشره بس بالقلايه وسخنوها. ادير يا عيني حطهم هون. دير دير يا عيني. شوفوا بينك الله كمان قلبي، شوفوا قديش الحبه كبيره مستويه على الاخير. الله هاي كمان فول، هاي جايك المدد. أيوة. والله بتاكل كمان علبه يا ابو عون الحوسه هاي. بدك كمان علبه؟ خلينا نسوي لهم جات للشباب. بدها هرسه ونص هرسه. انت رح تطبخ الفول؟ شوي صغيره. انا بتعرف انه هاي الطريقه اللي بسويها؟ بالله عليك. بطبخ الفول، نعم صحيح، هذا ما جرى معي يا سلمى. خلينا نحط علبه ثالثه، تعرف ليش؟ خلي الشباب يفطروا اليوم. نشوف الفيسبوك. وطه عبين ما تجرب انت عن طريق تليفونك، بدي اضيف هون بس ملعقة واحدة من الطحينية فقط لا غير. احنا هون صرنا جاهزين لتقديم فول. اوكي شو اسمش انت عندي؟ سلمى النقاقة. الله 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 الله. طلع يا سمير. سمير الله. يا سمير أبو عون. ليش بتسوي هاي الشغلات وانا بعيد عنك؟ سمير شوف الفولات يا سمير.